موقف الفريقين اللي هنشوفه على الشاشة وهيعلق لنا عليه بعد مساء الأنوار طبعا رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني الكابتن خالد كامل. يا مساء الأنوار. مساء الأنوار يا جنرال الإعلام. يعني أولا بعد وحشنا والحاجات الجميلة دي حبيب قلبي ربنا يخليك. ربنا يخليك. قول لي الموقف إيه بكرة؟ الفرقتين كل فرقة عندها 61 نقطة كده مظبوط؟ مظبوط كده. طيب. كل فرقة 61 نقطة. الفرقتين في حالة فوز كل الفريقين بنرجع إلى نمرة واحد حسب اللائحة إلى نتائجهم مع بعض. أيوة نتائجهم مع بعض 1-0 واتنين واحد. 1-0 لمين؟ 1-0 لمين؟ 1-0 للفاركو واتنين واحد لحرس الحدود. كويس. لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم من أول الموسم ما فيهاش الهدف بهدفين. اتلغت خلاص. ملغية من زمان. فإذا والاتحاد الأوروبي لغاها على فكرة من 3-4 أيام كمان. الاتحاد الأوروبي لغاها مؤخرا. بالظبط. إحنا سبقين فيها. فكده هما الفرقتين هيبقوا متساويين. في الحالة دي. هنرجع للبند نمرة 2 من اللائحة اللي بيقول إيه؟ من سجل أهداف أكثر. أيوه. من سجل أهداف أكثر، لو بصينا في الجدول هنلاقي فاركو أعتقد مسجل حاجة و50 54 وداخل مرمى 19 على نفس الوضع بالنسبة لحرس الحدود مسجل 40 وداخل مرمى 13 مظبوط. يبقى إذا هنرجع لنتيجة كل واحد فاز قد إيه؟ نسبة الأهداف حتى الآن لصالح نادي فاركو. يعني دلوقتي يا كابتن خالد بتتحسب فارق الأهداف؟ فارق الأهداف مش اللي جاب أهداف أكتر. لا، لو تساووا في العدد الأهداف يا كابتن مدحت في حالة دي بنرجع للنقطة الثالثة وهي بنرجع لمن سجل أهداف أكتر. لو تساووا في الفارق بين الأهداف يعني؟ بمعنى لو واحد جايب 40 ودخل مرمى 10 يبقى الفرق 30. أيوة. واحد جايب 50 ودخل مرمى 20 يبقى الفرق 30. كويس. متساويين. نرجع هنا مين جاب اكتر؟ اللي جايب 50 هو اللي بقى له الاولويه. اوكي. طب هنا الاولويه لمين بقى لغايه دلوقتي؟ لغايه دلوقتي الفاركو. لفاركو. نرجع عشان الناس تبقى عارفه اللائحه بالكامل. للبند اللي بعد كده اذا تساووا في عدد الاهداف بمعنى واحد جاب 40 وجه 10 والتاني 40 وجه 10 يبقى هنرجع للبند اللي انا قلته اللي بعد حضرتك ليه اللي جايب جوال اكتر مش موجود في الحاله دي هيبقى في مباراه فاصله. تمام. يبقى احنا بنقول دلوقتي انه يعني اذا الاثنين احنا دلوقتي في البند رقم 2. البند رقم 2. البند رقم 1 خلاص ده فاز على ده وده فاز على ده. لكن العكس بقى لو كان واحد فاز 2-0 وواحد فاز 1-0 كان اللي فاز 2-0 هو اللي ليه الاولويه. تمام كده واضحه جدا جدا. لكن كده الفرق 2-1 يبقى الفرق هدف 1-0 الفرق هدف. اذا متساويين في الفوز. اذا يعني امل حرس الحدود انه فاركو لا يفوز غدا. ان فاركو لا يفوز غدا. لانه واضح ان القاعدة في صالح فاركو بنسبة كبيرة جدا لغاية دلوقتي في صالح فاركو. تمام. بنسبة الاهداف. تمام. بشكرك كابتن خالد شكرا جزيلا. تحت امرك يا سيادة اللواء. اشكرك شكرا جزيلا. يبقى اذا غدا سيتحدد هل فاركو اللي معانا في الدوري الممتاز بمشيئة الرحمن الموسم القادم ولا حرس الحدود. طيب